انتوا كنتوا موجودين في الاولمبياد اللي فاتت، فده تاني تاهل للاولمبياد على التوالي. الحمد علي لله. لو بدات بيك تقول لي كواليس بقى التواجد في الاولمبياد اللي فاتت، استفدت منها ايه، وازاي بتتاهل طرق التاهل للاولمبياد القادمه ان شاء الله. طبعا ده تاني تأهل، أول تأهل كان في طوكيو. في البدايه انتوا الاثنين بلدياتي، اسكندرانيه. فطبعا وجودنا في طوكيو كان اكسبيرينس تحفة يعني، فالحمد ولو لله انها كانت كانت اولمبياد قاسية جدا، موضوع الكورونا ده كان بوظ الدنيا. حتى لينا يعني كان المناخ كان قوي قوي في يعني الايام السباقات بتاعتنا كانت قوية جدا، كان عندنا 6 ايام سباقات وكانت رياح كانت قوية جدا هناك، فكانت اكسبيرينس كويسة قوي وفتحت عيوننا على ازاي نتحسن على مدار السنين الجاية ونحط اهداف لباريس 2024. اللي احنا لا احنا في باريس 2024 عايزين نبقى في التوب 20 ان شاء الله، والحمد لله. خصوص التأهلات بتاعت البطولة الأفريقية اللي فاتت كانت صعبة أوي يعني، كنا عندنا أنا كان بالنسبة لي كان عندي في تنهيدة كده، تحس إن هو في معاناة. يعني أنا على طول يعني بتمرن فول تايم، بس بالنسبة لي آخر 4 شهور كانوا قاسيين جدا بالنسبة لي، كنت كل أسبوع بتمرن أكتر من 30 ساعة في الأسبوع. افتكرت هتقول لي 30 ساعة في اليوم، قلت لا 30 ساعة في الأسبوع، 30 ساعة في الأسبوع بالنسبة ده للشراع مد. ده رقم كبير، عشان اللي أنت بنزل كل يوم المية 3 ساعات أيا كان حالة الجو إيه. أيا كان حالة الجو إيه، فده رقم كبير، عشان إحنا مثلا في كل تمرينة بنحرق 2000 كالوري، في كل تمرينة بنحرق 2000 ده بشكل كالوري ثابت أيا ده كان بشكل بقى شكل ثابت. أدائك إيه. بالظبط، فده رقم كبير، وغير الجيم اللي بيبقى قبل المية وبعد المية، 6 ايام في الاسبوع بتريح مره في الاسبوع، ده ما كانتش حاجه سهله لمده 4 شهور. الحمد لله يعني دينا على الخشب ان هي عدت الفتره دي من غير اي اصابات يعني، كان حتى المدرب اللعبة من الطبيعي بيبقى فيها إصابات كتير شوية، ولا ده مش عادي؟ مش كتير قوي بس لازم تكون خلي بالك يعني. الحمد لله عندي مدرب فيزيكال يعني فيزيكال ترينر كابتن ياسر الصواف، هو كان مديني بروجرام ياسر اسكندراني جيلي اسكندراني، ده. فهو كان مخلي بالي قوي على اللي انا ما اتصابش وكده، أي وعلى التمارين امتى يتك عليا امتى لا ياسر اخفف هايل حقيقي. اللودنج، فالصراحه فرق معايا قوي الفتره دي، خلاني زي الماشين يعني ما فاهم. شاء الله. فغير طبعا التمرينات في الميه، فعشان عايش في مالطا بتمرن في مالطا، فالتمرينات هناك قويه.